صلوا عليه وسلموا تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة لا عاصتوا رحمكم الله، عاصتوا رحمكم الله، عاصتوا يقل لي ولكم الله. أشهد أن
Yeah.